الشكل الجديد مع فيصل الكاف لقيت محبتي للخير تزيد محبتي للخير تزيد لا 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 لا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. اليوم حنتكلم عن فن من الفنون لكن ربما البعض أول مرة يسمع فيه. اليوم حنتكلم عن فن النوايا. قررت أغير حياتي. فن النوايا. أيوة، النوايا جمع نية، والنية أمر عظيم من الأمور اللي أكرمنا بها المولى سبحانه وتعالى. حقيقة النية قصة وحكاية ورواية يصعب على مثلي الكلام فيها. أنا بمجرد ما أذكرها أستمتع بها، فكيف لما أحدثكم عنها وأخبركم بها؟ لأنه الواحد يلمس فيها عجائب كرم المولى سبحانه وتعالى، شيء ما يمكن أن يتخيل من كرم المولى سبحانه وتعالى الإنسان يشوفه في أمر هذه النية. النية ممكن عشان توضح لك أكثر وتبرز لك معاني كرم المولى سبحانه وتعالى فيها، خلونا نعرفها من البداية. مين اللي بدأ لنا فيها بقصتها؟ أول من علمنا قصتها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو اللي حكى لنا وقال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ. أنا هنا حتوقف وحأذكر لكم مثال. لو إنه أحد الأناس، أنت مثلا في عملك أو أنت الله يبارك فيك في عملك، نويت أنك اليوم تروح الدوام وجاك أمر طارئ وأشغلك عن الدوام، وثاني يوم نويت تروح الدوام وراحت عليك وانت جازمة انك تروحي وراحت عليك نومة، وثالث يوم عزمت انك تروح الدوام وقدر الله انك سهرت بالامس وما استيقظتي، ورابع يوم فكرتي تروحي الدوام وبعد كذا يعني كنت في حالة اكتئاب وما حبيت تروحي او ضيق او غير ذلك، بعد ذلك رجعتي للعمل، لما جاء الراتب ونزل لك نزل لك ناقص، رحتي للمدير قلت له او للمديره كيف تنقصوا راتبي؟ يقولوا لك انت غبتي 4 5 6 7 ايام عشان كذا خصمنا عليك. لو قلت لهم انا كنت ناويه احضر تتوقعوا يجي والله خلاص هي كانت ناويه تحضر اصرفوا لها الشك؟ ممكن؟ يقول لك هذا ما يكون الا في عطايا الرب سبحانه وتعالى. شوفوا قد ايش احبتي احنا بنحصل من الخير الكثير بمجرد النية الطيبة. انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ، مو ما عمل، انما لكل امرئ ما نوى. قررت اغير حياتي. النية عجيبة تحول التراب تبر، يعني تحول التراب ذهب. كيف؟ أشياء كثير من الأفعال العادية اللي احنا نسويها في حياتنا لما نربطها بنية طيبة تتحول من مباحة إلى مندوب. أما أنا مثلا الآن آكل وأستلذ بالأكل، فلما أنوي بالطعام هذا التقوي على طاعة الله، مثل ما قال صاحب الزبد وإذا ما نوى بأكله القوى لطاعة الله فله ما قد نوى. يتحول الأكل، آكل اللقمة واستمتع بها وتكتب لي فيها الملائكة أجر عند الله سبحانه وتعالى. تتحول المباحات إلى مندوبات بالنية الطيبة. شفت إنسان يحتاج إلى المساعدة وساعدته بنية التقرب إلى الله، يصير فيها أجر جدا كبير عند المولى سبحانه وتعالى. ذهبت أغتسل، ممكن إنسان يغتسل والله بس يبغى يتبرد من الحر، واحد اغتسل نوى الاغتسال للصلاة، نوى الاغتسال للذهاب للجمعة، الاغتسال في الأصل مباح، لكن لما ربطته بنية طيبة تحول فيه أجر جدا كبير عند المولى سبحانه وتعالى. شفنا كيف إنه النية تحول التراب إلى تبر. قررت أغير حياتي. أحكيكم حديث عجيب عن النية، وأنا ما أستغرب لو الآن اللي شاهدني الآن فتح فمه وبحلق عينه من شدة كرم المولى سبحانه وتعالى. يقول في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الحسنات والسيئات، واحنا نسمع الحديث هذا كذا نعيش لحظات
في جمال كرم المولى سبحانه وتعالى. ما أجمل وما أعظم وما أفضل عطايا الرب سبحانه وتعالى. إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها. أنت نويت النية الطيبة وما سويتها، حنكتبها لك حسنة. من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله حسنة، فإن عملها كتبها حسنة بعشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. والباب مفتوح، لأن المعطي واحد اسمه الله سبحانه وتعالى، هو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. طيب إذا أنا نويت الخير، هذا الخير كله مفروض أنه لو نويت الشر كذلك، عشان الواحد يحذر من الشر يكون المقابل برضو شديد. لا، أنت تتعامل مع الأكرم الأرحم. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له بها حسنة، يعني تنوي السوء تنوي الشر وتقرر بعد كده. أو يعني نويت السوء وجاك صارف، فكرت مع أصحابك تسوي شغلة مرة سيئة، وجاء أبوك وشغلك عنها وأخذك لمكان ثاني وما سويت هذا السوء، الله يكتب لك بهذا الأمر حسنة. طيب روحت لا مع أصحابي وسويت البلية، في الحسنة 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، في السيئة فيكتبها الله سيئة واحدة. ما أعجب وما أعظم كرم الرب سبحانه وتعالى. قررت غير حياتي. في شيخ كان يدرس طالبه، فطرق الباب طارق، فأراد التلميذ طبعا الأدب أن يقوم يفتح الباب لشيخه. قال له ماذا أردت؟ قال أردت أن أفتح الباب. قال أو غير ذلك؟ قال لا شيء. قال عندما طرق الباب هذا الطارق، استحضرت في داخلي 70 نية، نويت أن أتبسم في وجهه، ونويت أن أسلم عليه، ونويت أن ألتمس له حاجة إن كانت له فأقضيها. فاستحضر له نوايا كثيرة، قال له اجلس أنا أولى بفتح الباب. وقام الشيخ وفتح الباب للطارق. إحنا يا أحبتي ممكن الإنسان في يعني عمل واحد ينوي نوايا جدا كثيرة، وربنا حيعطيك على نياتك. في العمل واحد ممكن تتعدد الكثير من النوايا، فهي غنيمة باردة ساقها الله لنا، وربنا حيعطينا على نيتنا. عشان كذا المطلوب أحبتي إنه ما يصبح علينا يوم إلا وننوي فيه. اليوم قمت أنا الصباح أنوي زيارة أهلي، وأنوي صلة أرحامي، وأنوي التصدق من أجل المولى، وأنوي إني أصلي الفرائض كلها، وأنوي أني أصلي النوافل وحصلي الوتر إن شاء الله، وما حأغلط على أحد. فأنوي نوايا كثيرة طبعا فيما غير الفرائض، كل نوايا هذه المسنونة والطيبة لو سويتها حكسب عليها أجر، ولو ما سويتها برضو حكسب عليها أجر، لأنه الأعمال بالنيات. نويت زيارة المريض ما قدرت، انشغلت وما زرته، ححصل أجر الزيارة كامل. عشان كده أرجوكم الله يخليكم من يرحم والديكم، لا يعدي علي وعليكم يوم إلا وإحنا نستحضر فيه نوايا كثيرة، عشان نكسب من خزائن ربنا اللي خزائنه ما تنفذ الخير الكثير جدا. قررت غير حياتي. في الختام البيهقي روى حديث عن النبي بيقول فيه صلى الله عليه وسلم: ونية المرء خير من عمله. وكلنا نعرف الحكمة، بعضهم يظن حديث وبعضهم حتى للأسف يقول كما قال الله تعالى: هي حكمة وعلى نياتكم ترزقون. فكل ما كانت النية حلوة والقلب أبيض جانا رزق كثير وكبير من المولى سبحانه وتعالى. الله يحسن لنا ولكم النوايا ويصلح لنا ولكم الطوايا. اللهم آمين يا رب العالمين. قررت غير حياتي وابدأ حياتي من جديد، ماني بقادر أستمر ما دمت عن ربي بعيد، ما أذكر إني بدنيتي سويت أبد شيء مفيد، يا ربي ساعدني خلاص.